القلب الطيب منه اللي تحيلي جرب ادعسلي على الطرف. لقطك استنى شوي قبل شوف شوف الحوار اللي لقطك قبل ما تدخل على الحريق. شو عم بيصير بدك تحترق؟ ما بعرف شو عم بيصير. انا قالوا لي تعال احترق وفل فجاي جايين يولعوا فيه وفل. لوين بتروق؟ لوين رايح على شخصية شاهين؟ السنه دور شاهين رايح على مكان غير متوقع ابدا، يعني ما في احكي تفاصيل بس رح نشوفه بشيء بطريقه مختلفه تماما يعني. بس هالكلام يعتبر جنرال كتير يا شاهين، نحن بدنا تفاصيل اكثر منك، خاصه انه الجمهور متحمس كتير لمشاهده الجزء الاخير لا يعرف اخر تطورات لكل شخصيه. كيف حيتطور من اي ناحيه شاهين بهذا الجزء؟ بطبيعه الحال نضج، صاحب اسره، مسؤولياته كبرت، عنده هدوء ورواء وعنده يعني نضج اكثر رح نشوفه، ورح نشوفه بمكان عم بيوازن عقله أكتر. طيب وعلاقته مع جبل؟ لا راح تكون جيدة علاقته مع جبل. أنت اللي حتساعده لتقفلوا الحكايات؟ أنت حكي عن الجزء الرابع؟ عن الجزء الخامس. لا الخامس بعد ما قريته والله. لا بس عن جد بتعرف كمان العالم تعلقوا بهي الشخصية بكل شيء فيها، يعني برومانسيتها بقوتها بصلابتها، حيشوفوا شيء جديد هلا غير الرومانسية والصلابة؟ لا هو 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 عنده خطوط ثابتة شاهين، التقلبات بتصير حسب ظروف اللي عم تصير بالتغيرات اللي عم تصير بالهيبة، بجزء من دور شاهين مرتبط بالتغيرات اللي عم تصير بالحكاية كلها سوا، ولكن الجزء الأساسي اللي هو يعني عاطفة شاهين أو قوته أو حتى علاقته بولاد عمه فبائسة. ويبدو أنه علاقته بعلي ثابتة أيضا بهالجزء، خاصة من بعد ما تصالحوا بالجزء الماضي. لهيك شو رح يصير مع علي بهالجزء؟ بدنا نحكي شو بده يصير بهالجزء؟ ما فينا كتير نحكي شو بده يصير بهذا الجزء، بس فينا لك أنه الأحداث مبلشة من محل كتير عالي، وليفل الأحداث هالسنة رح عم يتطور من حلقة لحلقة. كيف كمان المسلسل منكتب بطريقة بلوكات حاملة مع أحداث عم تدفع الأحداث أعلى وأعلى وأعلى. فبعتقد نحن قدام موسم رح يكون كتير حلو والعالم رح تحبه بشكل عالي، وهالشيء أكيد كتير طبيعي خاصة أنه هالعمل انشهر بأجواء المليئة بالتشويق، وعودنا على وجود السسبنس بكل الحلقات السابقة. بعد الشخصية عايش معيشتنا بالسسبنس جدا، والسسبنس أعلى وأعلى كمان عم بيكون هاي السنة. وعلاقتك مع مرتك وابنك؟ ما كتير رح نحكي على هذا الموضوع. ليه؟ خلي في مفاجأة. كتير كتير اللي عم لك الأحداث مبلشة من محل كتير مفاجئ، وعم تكرش بشكل تصاعدي جدا لكل الشخصيات. فمشكلة ما فيك يعني ما فيك تقول شو النقطة اللي مبلشين منها لأنه بتفضح عم تفضح كتير. ايه بس بتقفل على شيء حلو؟ هو دائما بتقفل على شيء حلو بغض النظر على إذا هو هابي أندينج ولا لا، هي خاتمة بتكون للأحداث اللي عم نشوفها بنوعا ما انتصار، حتى لو الانتصار كان مكلف وفي تضحية، بس أنه بالنهاية هذا الواقع، يعني أي انتصار بده يتقدم له تضحية يعني. والتضحية الكبيرة يلي صارت هالسنة هو موت صخر، فعدم وجوده بالموسم حيأثر على دور شاهين كتير. هي لحظة ما كان متخيلة أبدا شاهين أنه يفقد أكتر إنسان مقرب منه بالهيبة، أكتر حدا ممكن يكون صديق، وأكتر يعني لأنه هو فقد ما عنده أخ، فما يعني وجود صخر بحياته أساسي، حتى وقت كانوا يختلفوا بالنسبة له هو له عنده سند يعني بكل الأحوال. رح نشوف شاهين بدون صخر بدون سند يعني بمطرح. بيتغير على هذا الأساس؟ يعني يلجأ إلى لحدا يكون صديق له يعني. مين؟ جبل؟ لا جبل بطبيعة الحال يعني. بس في صديق حيطلع؟ أكيد، لأنه هو يعني بدون صخر بدون حدا ياخده يعطي ويناقش أمور الحياة، يلعبوا طاولة. مين هو؟ شخصية موجودة بالهيبة الجزء الخامس.